شيخ انتصار سالم صباح، بالبداية عرفي لنا مفهوم الاقتصاد. شوفي، أنا بالنسبة حق الاقتصاد كل شيء نسويه علشان نحصل على حريتنا المالية، كل فكرة نسويها تجيب لنا الحرية المالية، كل شغل أو عمل أو إنيشيتيف يجيب لنا الحرية المالية. ليش أنا أقول الحرية المالية؟ ليش أنا ربط الاقتصاد بالحرية المالية؟ اللي ما عنده فلوس ما يقدر يسوي كل الأشياء اللي يبيها، سواء كان يبي يملك بيت، سواء كان يبي يعيش. فالحرية الاقتصاد تجيب لنا الحرية، والحرية تجيب لنا الحياة الأحسن. فأنت من هذا المفهوم قاعد تحطين أن الاقتصاد أو الاقتصاد الفرد بيد الفرد. دائماً اقتصادنا بيدنا، مرات ما نلاحظ الشيء، ولكن مثل ما قلت تفكيرك يحدد أنت وين رايحة. فإذا تفكيرك أني أنا ما أقدر ولا أعرف ولا أفهم، راح تكملين ما تعرفين ولا تفهمين ولا تقدرين. إذا تفكيرك قال أنا أقدر وراح أتعلم وراح أسوي، راح تقدرين وتعلمين وتسوين. تفكيرك شو يسوي؟ تفكيرك يقول لك لا أنا ما أعرف، لا أخلي أحد ثاني يسوي وأنا مثلا أستفيد، سواء كان من الأهل أو من الزوج يصرف عليه وأنا قاعدة، أنا ما أبي أبذل جهد لأني ما أفهم. شفتي هذه ما أفهم؟ هذه لازم الكل يعرفها، كلنا نفهم. إذا تشوفين الكويت قبل النفط كانت المرأة تشارك الرجل في الاقتصاد، هو يروح البحر وهي في البيت تسوي أي حرفة أي شيء علشان تأمن هالست إلى 9 أشهر اللي هو مسافر ما عندها فلوس كافية، هي تأمن اقتصاد بيتها، هي تأمن المدخول في بيتها، هي تحمي بيتها. فالاقتصاد مبني على أي واحد يبي يكون خلنا نقول حرية شخصية لاختيار الأشياء اللي يبيها لازم يفهم اقتصاد. ليش حطها في الحرية؟ لأن أغلبنا إذا مو كلنا نبي الفلوس عشان الحرية، حرية الاختيارات، حرية نسوي اللي إحنا نشوفه أفضل لنا. وايد عجبتني. فالشخص أو كل فرد مسؤول عن فهم الاقتصاد ومسؤول عن إيجاد الحرية الاقتصادية لذاته، سواء المرأة أو رجل أو كل شخص يبي الاقتصاد. بعد زيادة على كلامك، كل شخص يبي يكون عنده حرية الاختيار لازم يعرف شلون يجيب فلوس أو يجيب، خلنا نقول الاقتصاد مبني على الفلوس أو اللي تقدر تشتري الفلوس. أوكي، فكل شخص يبي الحرية، يبي يكون عنده كيانة، لازم يعرف أو يتعلم شلون يكون شخص عنده مدخول. ممتاز، جميلة جميلة جدا المقدمة. أبي أرجع الحين حق خبرتك المهنية. يعني أنت بديتي مسيرتك المهنية في قطاع الشركات الكبرى، وثم توجهتي إلى إنشاء مشاريعك الخاصة. زين، شلون ساهمت خبرتك في العمل في الشركات في إدارة أعمالك الخاصة؟ شنو العلاقة وشنو الربط؟ شكرا. أول شيء على السؤال، أنا بديت أعمال صغير، أعمال خاصة صغيرة، رحت على الشركات تعلمت فيها ورجعت أعمال خاصة. أكثر شيء تعلمته بضحك اللي راح أقول، أكثر شيء تعلمته إن ذوي الخبرة مو بالضرورة يفهمون. شلون شرحين لنا؟ يعني لما اشتغلت في الشركات الكبيرة اللي عنده خبرة 10 سنين وعشرين وثلاثين سنة، مو ضروري خبرة معناته هو يعرف شو يسوي، هو باني شغله على هو شنو يحسب صح، مو ضروري اللي هو يحسبه صح هو الصح. فهذا أول شيء تعلمته. ثاني شيء، إن مو الكل يفكر إن هو مسؤول في مكانه، فشلون أنا أقدر أساعد الكل يوصل إن كل واحد مسؤول في مكانه؟
أنت مسؤول عن مكانتك إذا كنت مدير ومسؤول عن الموظفين اللي تحتك، فلازم أنت تحتويهم، لازم تدير بالك عليهم ونفس الوقت تطلع أحسن ما فيهم. فتعلمت شلون أول شيء أعطي كل شخص قيمته وقدره، وشلون أرفع الباجين على حسب نظرتي. وأيضا أكبر شيء تعلمته ما أوظف أي شخص قلبه مو على الشغل. طبعا هذه من مهارة القيادي، هذا لما يكون عندك وايد. شوفي هاي تعلمت ليش قلت من الشركات الكبرى، لما تسوين انت شغل خاص عدد الموظفين يكون قليل، فيصير هذا طبيعي انك تختارين اللي يبي يشتغل. يعني انا بالنسبه حقي وايد طبيعي اني اختار اللي احسن مني، طبيعي. انا يبي احد اسوء مني شو اسوي فيه؟ هذا في العمل الخاص. في العمل الكبير تتعلمين ان في سياسات وايد، فتعلمين شلون تتعاملين مع السياسه. انا تعلمت شلون اعرف ان مو كل واحد عنده من نفسه ولا واحده عندها من نفسها تفهم شلون اقيم الناس. لما يكون عندك 1000 شخص انت تتعاملين معهم، غير لما يكون عندك 10، يصير تبدين تحطين بنش مارك. لا انا هالشخصيه تمشي معي احسن لانها قادره تتعلم وقادره تتاقلم وقادره تفهم وحاسه ان الشغل يعني بيتهم ومكانهم، فهذه الشخصيه اللي صرت ابيها. فاكثر شيء تعلمته امانه من تعاملي مع وايد اشخاص شلون انقي الاشخاص حق عملي الخاص. فهني تكلمنا عن مهاره إدارة العلاقات. نعم. في العمل وإدارة العلاقات ترى أهم شيء في العمل. إذا أنت عرفتي تديرين العلاقات وتطلعين أحسن ما في الفريق، ترى الناتج المالي أوتوماتيكي. فهذه هذه الخبرة، ومثل ما أنت شرحتي لنا الخبرة مو بالسنين بالكم، فهذه الخبرة خذتيها بالشغف. جميل. وهذا الشغف والخبرة في إدارة العلاقات والخبرة همن في إدارة المشاريع خذيتيها وبنيتي مشاريعك الخاصة. فالحين نبي ندخل عن على مشاريعك الخاصة وشوف ابتسامتك الحين زادت. بس أقول شيء واحد، أنا شيء واحد تعلمته بعد من إدارة الشركات الكبيرة إلى إدارة الشغل الخاص، إني أنا لما يجي شغلي الخاص أي مستانسة أي مستانسة، لأن ما عندي البوليتكس اللي داخل الشغل. إنزين عندنا المجموعة تصير أصغر، فلذلك التعامل معاها وايد أسهل، فيصير الشغل وايد وناسة. غير لما تصير شركة كبيرة فيها مئات الأشخاص، فيصير تتعاملين مع وايد شخصيات. فهذا اللي خليني ابتسم كل يوم. جميل. وراح نعرف بعد سر ابتسامتك اكثر لما نتكلم عن مشاريعك ونربطها بالاقتصاد. ففي طبعا بالاونه الاخيره، يعني انت دخلتي في كثير من المشاريع، بس بالاونه الاخيره اصبح تركيزك اكثر على المشاريع والمبادرات المجتمعيه التنمويه. والكل مشروع هدف خاص. نبي نفهم شلون كل مشروع من هالمشاريع المجتمعية تساهم في التنمية الاقتصادية. خلنا نبدي في النوير وبريق وهدفهم نشر الإيجابية، مثل ما أنت دائما تعلنين وتتكلمين عن هالمشاريع. فشلون الإيجابية تساهم في التنمية الاقتصادية؟ إذا تسمحي لي راح أجمع كل مبادراتي وأعطيك جواب يشمل الكل، لأني لقيت نفس الأشياء تصير في كل الـ 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 كل اللي نسويه في تنمية البشر يؤدي إلى تنمية اقتصادية، فما أبي أفرق الإيجابية من شيء ثاني. فتبين نضيف عليهم هني مؤسسة انتصار فاونديشن. أي مؤسسة انتصار ومجوهرات انتصار. تفضل. شوفي واحد من الأشياء اللي صارت إني لما قررت أترك القطاع خلنا نقول شركات وأروح على عمل خاص، أكبر شيء اللي خلاني أسوي إني دائما كنت أبي أترك أثر.
دائما احس اني انا عندي شيء اسويه وابي اترك اثر. ولقيت اني لو اشتغل من هني لم اموت في الشركات الكبيره الاثر اللي راح اتركه مو الاثر اللي ابي. صح، قاعده اساعد وايد ناس اللي هم موظفين، مئات اذا مو الاف الموظفين يكسبون عيشهم. قاعده اساعد في تنميه اقتصاد الشركه، قاعده اساعد في تنميه اقتصاد الدوله، عشان كنا نبيع في الكويت وخارج الكويت. فهذه حتى التنميه الاقتصاديه السياسيه، لان من خلال عملنا مع بعض الدول انزين يصير في تاثير سياسي بعد. فهذه كلها اشياء وايد حلوه، بس مو هذا انا اللي احبه. انا اللي احبه التنميه البشريه، شلون انا اقدر اطلع احسن ما فيها الناس علشان هم يكبرون الباجين. فدائما هذا كان خلنا نقول محور اللي كنت بسويه، شلون اقدر اساعد في تنميه البشريه اللي تؤدي الى التنميه الاقتصاديه والتنميه السياسيه والتنميه الفكريه، كل هذه وراها. فمن خلال كل المبادرات سواء كانت نوير او بريق او مؤسسه انتصار، احنا نعمل على تنميه القدرات الشخصيه في الناس. في نوير وبريق من خلال علم النفس الايجابي، فاحنا نستخدم علم النفس الايجابي لتطوير القدرات عند الشباب. مؤسسة انتصار نستخدم علم النفس بالدراما لتنمية قدرات النساء المتأثرات بالحرب، خلنا نقول قدراتهم للتخلص من صدمات الحرب أو صدمات الأزمات. وفي كلهم إنزين لقينا إن الفكر يتسع، القدرات تزيد، وبلا خلينا نقولها بطريقه ثانيه، في كل مع كل اشخاص نشتغل معاهم سواء كان شباب او نساء بدوا يكتشفون قدراتهم الاقتصاديه. شلون الشباب بدوا حتى في المدارس يسوون مبادرات صغيره، اللي يسوي كوفي شوب، اللي يسوي شيء مع اصحابه، اللي تكتشف ان عندها هوايه رسم فيبدون يطلبوا منها ترسم لهم، اللي تكتشف ان عندها هوايه القاء فيطلبون منها تلقي. فبدوا يسوي مثل مشاريع صغيره. فجزء من اللي نسويه في بريق تنميه المواهب، والمواهب هي اللي تؤدي الى مفروض مواهبنا تؤدي الى خلينا نقول وين نشتغل. نعم، هذا اللي يجيب الشغف. فمن خلال بريق اكتشف لقينا ان الشباب بدوا يدركون ان هم قادرين يحددون مستقبلهم. فاللي قاعد تقولينه ان الايجابيه تفتح مجال للابداع، التنميه البشريه. نستخدم الايجابيه كتنميه بشريه. نعم، في بريق والنوير. نعم، انزين. وفي مؤسسة انتصار نستخدم علم النفس بالدراما اللي هو أدوات المسرح، شلون تكون مبينة قدام باقي النساء اللي معاها، تكون شخص وليس رقم وليست امرأة منسية. خاصة في الحروب مو من مصلحة المرأة إنها تكون مرئية ومسموعة، يعني يفضل أن تكون هي واليهال مخشوشين. فاحنا من خلال اللي قاعد نسويه نقول لها لا، انت هذا الاختباء اللي قاعد تسوينه يخفي، ولا خلينا نقول يقلص قدرتك، قدرتك الخاء الداخليه. فنقول لها لا، طلعي، اطلعي، كوني، تكلمي، طلعي صوتك، تواصلي مع مشاعرك من خلال تقنيات المسرح. فوايد من النساء اللي اشتغلنا معاهم صارت عندهم قدرات اقتصاديه. اللي انشأت شغلها الخاص، يعني وحده راحت من 7 سنين لاجئه ما عندها فلوس، الحين عندها 35 وحده يشتغلون معاها. هذه لما اكتشفت انها قادره بدأت تسوي. والحين قاعد نسوي برامج مع مؤسسات خيريه تساعد في التنميه الاقتصاديه، واحنا نساعد في التنميه البشريه، لان احنا اثنيناتنا ندري ان مع بعض راح يصير في انفجار للقدرات مع النساء. فراح اعطيك شنو يصير، يعني احنا دائما نسوي ابحاث على ونجمع المعلومات، نسوي ابحاث على كل شيء نسويه. فاحنا بدون ما نسوي تنميه اقتصاديه اوريدي عندنا تنميه اقتصاديه،
فشلون إذا تشاركنا مع مؤسسة هدفها نعم. تنمية اقتصادية؟ نعم، فالتنمية البشرية وتركزون على التشافي وتركزون على استكشاف القدرات الكاملة، يؤدي إلى استكشاف أن الشخص يستكشف قدراته ومواهبه، ومن ثم يبدي عنده الفكر الاقتصادي شلون أنا أنمي. بالضبط، شلون يبون حرية، الحرية ليش الاقتصادية، ليش أنا حرية؟ علشان وايد من النساء يكونون، أنا أتكلم يعني بريق نفس الشيء مع الشباب بالكويت نعم. ومع النساء العربية المتأثرات بالحرب في الأردن ولبنان، لقينا نفس الشيء مع فرق العمر، فرق الجنسية، وفرق التجارب. بالكويت الحمد لله احنا مدللين هذولك، يا لاجئات يا متعرضين لتعنيف بس أي كان نوع تعنيف. التشابه بينهم بكل بساطة لما يكتشفون إنهم قادرين راح يسوون، لما يكتشفون إن حريتهم تي من خلال امتلاكهم للمصادر المالية يبدون يدورون الحرية. والحرية لما أقول أنا حرية، في يمكن البعض يسيء فهمي، الحرية مو ضروري إن يسوون أشياء ما تعجبنا، الحرية هي قدرتهم على اختيار شنو يبي يسوون. تبي تأجر بيت ولا تبي تأجر شقة؟ تبي تودي عيالها مدارس خاصة ولا مدارس حكومية؟ تبي تحط أكل وايد ولا شوية في على الأكل على الغداء ولا العشاء؟ هذه كلها حريات. هي أما لما يكون ما عندها إلا شوية، ما عندها حرية، هذا اللي عندها، فهي تبي تزيد الحرية في الاختيار، فتقول لا أنا ما بيحط بس جبن وخبز، أنا بيحط جبن وخبز دياي مثلا، هذه حرية اختيار. فبدون الاقتصاد هي ما عندها حرية الاختيار. ونفس الشيء مع الشباب بالكويت، أبي تليفون، أبي تليفون، فيبدون يفكرون شلون يطلعون فلوس التليفون. حلوة، وايد عجبني هذا يعني المفهوم، أن الحرية الاقتصادية هي حرية الاختيار. بالضبط، كثر ما أنت أو أنتي قادرة عندك الحرية أنش أنتي تختارين شنو تمتلكينه أو شنو ممكن تصرفينه، هذا هني أنت حرية، الحرية الاقتصادية إما قاعد تزيد أما تقل، وهذا يرجع إلى اختيار الشخص، واختيار الشخص يعزز به العلم، واحد يفهم شنو يعني الاقتصاد، ويعزز به تنمية قدراته واستكشاف مواهبه. صح، فهذا بشكل مختصر أعمالك ما شاء الله يعني الوطنية، خلنا نقول الأعمال على تنمية القدرات البشرية، هي كلها منصبة على هذا المفهوم. شوفي شوفي تؤدي إلى وايد تغيرات في نعم. الناس، ولكن إحنا اليوم بما إحنا قاعد نتكلم على الاقتصاد من أكبر التغييرات اللي شفناها في الشباب وفي النساء التغير في التفكير الاقتصادي. أجل. لأن متى ما عرفوا أنهم قادرين يسوون أي شيء يبونه، أي شيء يبونه يسوونه. لما تكون الوحدة، خلينا نرجع على النساء، لما تكون الوحدة عايشة في دائرة من الفكر الهادم لنفسها، أنا ما أستاهل، ليش حياتي شذي، أنا ما راح أقدر أسوي ولا شيء، أنا علي مسؤوليات أكبر مني، هذه كلها محدودية تفكير. نعم. إلى لا، أنا أقدر شوية شوية أزيد من قدراتي في أخذ مسؤولية أكبر. أنا الحمد لله قادرة لو شوية شوية أخرج من هذه دائرة الفراغ اللي أنا فيها، اللي ما أنا قادر أسوي شيء، فيطلعون. متى ما طلعوا وخصهم يساعدون، احنا في كل مبادراتنا دائما تكون مو واحد لواحد، دائما مع مجموعة، المجموعة هم تساعد وتكبر المجموعة، يكبرون كلهم مع بعض. فهي طاقة جماعية. بالضبط، طاقة جماعية، وتعززين في هذه الطاقة الجماعية تعززين بعد الإيمان بالذات. بالضبط. يعني صدق الله يعطيك العافيه على على هالشغل وكم الجهد اللي انت تبذلينه، بس اكيد في دافع شخصي خلي شيخ انتصار تبذل كل هالوقت والجهد وفي بعض المشاريع حتى الاموال،
شنو الشيء اللي داخلك اللي يخليك كل يوم تاخذين هذه الخطوات، تبذلين كل هذا الجهد؟ انا ما عرفت جواب هالسؤال الا قبل فتره وجيزه، مو من زمان. انا اول اسوي شيء وماني عارفه ليش اسوي، احس يعني احس اني انا بايجابيه زياده، فشلي سويت مبادره حول الايجابيه. احس يعني بما اني انا هم امراه وتعرضت للتشريد من خلال الغزو، حس اني انا ابيهم يعني مريت في تجربه نفسيه وايد سيئه بعد بالغزو وبعد التحرير، صرت انسانه مو انا، العنف اللي صار داخلي، الغضب اللي داخلي، هذا مو انا. ف لما عرفت ان النساء ما قاعد يعطونهم اي نوع من المسانده النفسيه، عرفت ان العنف والحرب، العنف والحرب في عالمنا العربي راح يستمر. يعني انا لو ما انا بعد التحرير دخلت دورات تنميه ذات، ولا انا لما الحين اطق عيالي، لما الحين معصبه، لما الحين قاعده اندب حظي، ما وصلت لي انا عليه. تنميه الذات هي اللي وصلتني على المكان اللي انا قاعده قدامك كذي اتكلم عن الاقتصاد، واتكلم بكل اريحيه وبكل بساطه لاني عارفه قيمتي. فانا وصلت حق قيمتي بعد ما خذيت خلنا نقول دورات ولا دروس ولا شلون انت بتقولينها في التنميه الذاتيه. فاحنا اللي قاعد نسوي، ليش انا قلت دائما تنميه ذاتيه؟ لان مع الشباب قاعد نوريهم قدراتهم، علاماتهم قاعده تزيد، والعلامات تؤدي الى اقتصاد افضل، التزامهم في الدوام قاعد يزيد سواء كان معلمين او الطلبه، فهذا يؤدي الى اقتصاد افضل. العنف في المدارس يقل فيؤدي الى اقتصاد افضل. حب العمل، حب العلم قاعد يزيد يؤدي اقتصاد افضل. التفكير يزيد يؤدي الى اقتصاد افضل. فهذه من طريق الطلبه. من النساء لما تعرف قيمتها اوتوماتيكلي تبدي تدور شلون تزيد من قيمتها الماليه والشخصيه. فتنميه ذاتيه تساعد وايد الناس على خلينا نقول كسر الحاجز اللي هم حاطينه حق قدراتهم، وبالتالي تؤدي الى تنميه الاقتصاد في الدول. فنرجع حق النساء، فكل ما اشتغلنا مع النساء كل ما عرفت قيمتها، كل ما عرفت قيمه عيالها توقف تعنف عيالها، تبدي تسمح حق عيالها، تبدي تسمح حق الولد، الطفل الولد يبكي. بعض الأمهات كانوا ما يسمحون، لا صير ولد بس هذا طفل، خلي يعبر عن مشاعر، عشان التعبير عن المشاعر تؤدي أنه يكون متوازن وليس عنيف. علشان كل الأبحاث أثبتت أن أي ولد ما يقدر يعبر عن مشاعره يؤدي إلى أنه يكون هذا الولد مراهق عنيف. صح. فإحنا نشتغل على السلام من خلال الشغل على تنمية الذات، وأكيد معها الاقتصاد. يعني عيد وكرر كلام جميل بس قلتي كلمة السر للنساء بالذات. إيه نعم. عرفي قيمتك. صح. ومن بعدها الكل شوفي، أقدر أقول من خلال تجربتنا مع النساء المتعرضات للعنف ولا الحرب، إن متى ما عرفت قيمتها عرفت قيمة عيالها واللي عندها زين وزادتهم. نعم. وفي المدارس متى ما الشابة أو الشاب عرفوا قيمته، قلت لك درجات تتغير، تعاملهم مع المدرسين تغير. نعم. الديناميكية بالصف تتغير، يصير تعاون بينهم. علشان خلاص يصير التنافس مو مثل التعاون، التعاون يصير أكبر. فالتأثير يتوسع. بالضبط. مو بس يدخل، مو بس أنت قاعد تنمين الشخص وتدرين أن هذا الشخص راح يأثر على اللي حواليه ويأثر على مجتمعه. أكيد. وبالنهاية الاقتصاد. بكل تأكيد أن التنمية البشرية تؤدي إلى اقتصاد مستدام. بس ما عندي غير خلاصة الموضوع. التنمية البشرية تؤدي إلى اقتصاد مستدام. اقتصاد مستدام يحتاج قيادة ويحتاج قياديين، وأنت منهم. هنا نبي ندخل ونفهم
عن مكامن شخصيتك القيادية. أيه. أكيد يعني شوف كلنا في بداية حياتنا وفي نشأتنا نمر بتجارب تبني شخصيتنا، إما بالطفولة إما بالمدارس إما يمكن أول بداياتنا العملية. فشنو هي التجربة أو التجارب اللي ساهمت في تكوين شخصيتك اللي الحين هي لها دور اقتصادي تنموي منذ النشأ؟ شوفي هي ما فيها شيء واحد. أول شيء أنا بالضبط رقم 6 من 11، ففوقي 5 وتحتي 5. إنزين، فدائما يقولون الطفل الميدل تشايلد، أنا عندي الميدل تشايلد سيندروم، أبي أثبت نفسي، هذا رقم واحد. ميدل تشايلد سيندروم وبنت هذا 2. إنزين، ربيت عندي يدتي، ويدتي كانت ما شاء الله عليها يعني كونت ثروتها، فعندك هذه يعني أبوي كون ثروته، أمي ما شاء الله هم تحب تشتغل، بس يدتي على صغر أنا تربيت معها، وهي كانت تستثمر في الأراضي في الاقتصاد، تستثمر فلوسها وعارفة، وهي تستثمر فلوسها ما أحد يقص عليها، لا هي عارفة. فهذا أطالعها أقول تقدر، وكانت كبيرة، إذا تقدر أنا أقدر. إنزين، كوني تزوجت صغيرة وقعدت في البيت، أنا تزوجت عمري 20، فلا كملت جامعة ولا اشتغلت. لما صارت بنتي الصغيرة في الروضة طالعت، ولا أولا أنا مو مال قهاوي، مو مال أروح من قهوة لقهوة، لا في بعض الناس يحبون هالحياة، أنا ما أحبها. أنا دائما حتى وأنا كنت ما أشتغل ولا يعني خلنا أقول ما أشتغل، أنا أدير بالي على العيال 100%، أنا أحب أقرأ، أحب أسوي أشياء بطريقة أخرى فيها تنمية الذات. فلما بنتي دخلت، أصغر بنتي دخلت الروضة، لقيت ما عندي شيء، ملل، شاقوا ما أدخل بالشغل. فقلت لك يعني هي مو شيء واحد، هي أشياء متتابعة أدت أني أشتغل، لا لما قلت يعني كنت أشتغل أول شغل خفيف، لما دخلت خلاص صار عندي فراغ، فحطيت كل شغفي أثبت نفسي اقتصادياً. فمن اللي فهمته منك يمكن أكبر تأثير وأقوى تأثير وجود امرأة قدوة في حياتك واللي هي أكيد تأثير جدتك. أي يا. أكيد تأثير. وأمي ترى بعد ما شاء الله عليها، بس يدتي ليشان ربيت عندها أول 7 سنين من حياتي، اللي يقول formative years، فربيت فأطالعها هي تدير فلوسها. شيخ انتصار، في مسيرة كل قائد مهني نقطة تحول، وهي نقطة النهوض، وعادة تكون تجربة جديدة يتحدى فيها الشخص نفسه، أو تجربة ما كانت على البال ويتلى واضطر أنه يواجه هذه التجربة. فشنو نقطة النهوض لدى شيخ انتصار الصباح؟ وين عندي وايد نقط نهوض، وايد، ما أقدر أقولش واحدة واحدة ثنتين. يعني شوفي أنا واحدة من نقاط النهوض لما انفصلت، صرت أبي أكون نفسي. لما كبرت بنتي أبي أعرف قيمة نفسي، ما كنت حاسة بقيمة نفسي. لما تركت الشركات الكبرى كنت أبي أعرف أقدر أسويها لحالي ولا لا. عرفتي في فرق إن تتعلمين بفلوس الناس وتعلمين بفلوسك، في فرق. العلم راح نتعلم، راح نتعلم اذا بالشركات التعلم يكون من فلوس الشركه، اذا في عملك الخاص يكون مخباتك، صح. زين، فكل هذه الاشياء اثرت فيني، اثر فيني بعد ان قلت لك كوني البنت وبنص العائله ابي اثبت نفسي. ترى وايد اشياء ما اقدر اقول لك والله صار شيء شذي فجأة، أنا ما عندي هذا اللي فجأة وتغيرت. أنا درجات درجات أشياء تصير 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 تصير، بعدين فجأة أكتشف لا ما أقدر أكمل، لازم أتغير. بس يكون يعني لا تبعات. فهي خطوات. خطوات. أنا بالنسبة حقي أنا ما يعني شيء قعدني من النوم لا اطلعي. نعم. لا. أشياء. ورا بعض ورا بعض. يمكن احتاج الم اكبر من الالم اللي في ناس تحس بالالم من اول شيء وتغير. انا يمكن حتى انا كاتبه مقاله عن الصفعات،
يمكن أحتاج صفحات وايد علشان أكتشف أني لازم أتغير، ولا كنت أحتاج الحين ما أحتاج وايد الحمد لله. الحمد لله. مثل ما قلنا يعني التجارب تختلف من شخص لشخص، وأنت تجربتك مثل ما شرحتي لنا هي خطوات، هي تجارب متراكمة، وهي اللي وصلتك لشخصيتك القيادية اليوم. بالضبط. نختم بسؤال. يلا. مستقبل اقتصاد هذا السؤال وايد حبيته. شلون تشوفينا؟ مزدهر جدا. شنو يحتاج؟ مزدهر جدا جدا جدا. اقولش ليش انا اشوف مزدهر؟ الحمد لله. رقم الحمد لله يا رب. اول شيء عندك اكثر الخريجين نساء. فقاعد يصير في عندك مساواة في العمل. نعم. بين النساء والرجال. متى ما صار عندك نساء متمكنات الاقتصاد في، خلينا نقول في الشركات. نعم. متى الشركات اللي برا، متى ما صار عندهم مجلس الإدارة متعادل ما بين النساء والرجال، اقتصاد الشركات دائما ينمو. نعم. صح ولا لا؟ صح. فإن احنا في دولة معدل دخول المرأة إلى العمل صار يوازي الرجل، فعندك اوتوماتيكيا اذا نعتبر الكويت شركه عندك مجلس اداره صار قاعد يصير في تساوي. الى الان ما صار في تساوي في القياده معك، اوكي ما راح تختلف على هذه، ولكن هذا جاي يعني بعد. بما ان اغلب الخريجين نساء او بنات راح يصير في عندك توازن. والتوازن والدايفرسيتي تخلق اقتصاد اقوى. هذا واحد. رقم اثنين، عندك الشباب، بما ان التوظيف الحكومي قاعد يصير ابطا وابطا وابطا، صار يضطرون يروحون القطاع الخاص او يبتدون اعمالهم الخاصه، وهذا يؤدي الى تنميه اقتصاديه. والشيء الثالث، عندك كل هالشباب اللي مطلع على شنو قاعد يصير في الغرب، شنو قاعد يصير في الدول المتمكنه اقتصاديا، ويبي يوبون كل هالعلم ويطبقون عندهم. فعندك موجة من الرغبات اللي قاعد تتكون، اللي راح تغير ديناميكية الدولة. فنقدر نختم أن مستقبل اقتصادنا راح يكون مبني على القدرات النسائية المستقبلية والقدرات الشبابية. أكيد. القدرات والفكر. والفكر. والفكر الاقتصادي. نرجع لما يكونون كل موظفين حكومة، غير لما يصيرون كلهم لازم يشتغلون في القطاع الخاص أو يكونون أعمالهم. هذه النقطة المحورية اللي البعض يشوفها مو زينة وراح تكون صعبة على كثير من الأشخاص، ولكن هي نقطة تحول كبيرة إلى اقتصاد نامي أكبر.